ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه دلوقتي؟ بنلعب لعبة زومبي خرافية جدا. انا بصوا انا عملت قد ايه، بصوا الناس قد ايه كده. احنا عندنا ناس، بس لو انتم في اللعبة ديت احنا ممكن نحميكم. بس شايفين اللي شايفه زي الاغاني ديت بتدمر الزومبي ديت. فا ايه ده؟ ديت حاجة غريبة. قولي في التعليقات ازاي، انا مش فاهم. الله الحاجات اور زي العسل. معايا جوال 392. يا سلام، عايش حياتي زي ما انا عايز زي ما انا عايز. والله بحب الأغنية دي. حلو. الله الله الله، جعان. ايه رايكم في اللعبه؟ فخمه قوي. لو انتم جعانين او حاجه زي كده انا ممكن اساعدكم، احللكم والله هحل المشكله اللي انتم عاوزينها. وجالنا رجل جديد. ان شاء الله. والله يا جدعان كمية ناس طل ايه محترفين، مش اي كلام. Construction complete. سلام على الجمدان. رقم في اللعبة يا شباب حلوة ولا لا؟ القاعدة ايه يا راجل؟ تلبيس نلبسه دائم 3 ايام. يا نهار كتير اوي. ما في واحد بني. والله العظيم ايه اللعبة تحفة. بس ايه يا جدعان، انتم كلكم لوبات ولا ايه؟ يخرب بيتكم كلكم. مجانين قوي ده. واحد ايه ده؟ بدأ يقدر يعمل اي حاجة. 5 يا راجل.
ليه ده كده ظلمنا؟ بص مش عارفين نعمل ازاي. ايه ده؟ الأثر تابع الأثر. بسم الله ما شاء الله. ايه يا رب؟ طبعا يا جدعان والله لعبة حلوة، بس مش فاكر الميجا بتاعتها كام، بس هي حلوة بالنسبة لي. فيها هليكوبتر، فيها الحاجة، بس خلي بالكم لو غلطة واحدة كل سنة وانتم طيبين. في فيديوهات أدب المصري المرات الجاية لو انتم حابين. Instruction complete. جعانين دول، حتى خسروا لي 8 من الجنود، الجنود اللي قاعدين بيصدوا بعض.